لدينا الآن طلاب. السؤال الخامس من التدريب في الصفحة 7. يقول السؤال الخامس: جد أو أوجد العددين الحقيقيين M و N لكي تكون المعادلتين التاليتين متكافئتين. لدي المعادلة الأولى طلاب: X مربع ناقص MX زائد M ناقص N يساوي الصفر. والمعادلة الثانية 3X مربع ناقص الM زائد 6 مضروبة بX زائد 1 ناقص N يساوي الصفر. إذن أوجد العددين الحقيقيين M و N حتى تكون هاتين المعادلتين متكافئتين. طبعا طلاب المعادلتين متكافئتين هما معادلتين لهما نفس الحل. معادلتين لهما نفس الحل. جبريا نحصل على معادلة مكافئة لمعادلة، وذلك بأن أضرب طرفي المعادلة بنفس العدد. عندك معادلة إن ضربت الطرفين بعدد غير معدوم تحصل على معادلة مكافئة للمعادلة المعطاة. حلول المعادلة المعطاة نفس حلول المعادلة المكافئة، لذلك المعادلتين متكافئتين هما معادلتين لهما نفس الحل. أنا علي أن أوجد العددين M و N حتى تكون هاتين معادلتين متكافئتين. في الحقيقة طلاب بفرض أن لهاتين المعادلتين حلين حقيقيين X1 و X2. X1 و X2 هن حل المعادلة الأولى وهن حل للمعادلة الثانية. X1 زائد X2 باعتبار كل معادلة من المعادلات التالية من الشكل AX مربع زائد BX زائد C يساوي صفر، معادلة خطية من الدرجة الثانية. مجموع الحلين هو ناقص B على A، وجداء الحلين هو C على A. X1 زائد X2 هو ناقص B على A. في المعادلة الأولى الناقص B على A هو M، لأنه B ناقص M والA واحد ناقص M على واحد ناقص الناقص M على واحد يعني M. وفي المعادلة الثانية B على A أو الناقص B على A هو M زائد 6 على 6 على M زائد 6 على 3 أقصد. لذلك راح نساوي الام بالام زائد 6 على 3، فاحصل على معادله فيها مجهول واحد هو الام. ومن ثم لان جداء الحلين هو سي على اي معناته ام ناقص ان تساوي الواحد ناقص ان، معادله بمجهولين، بكون انا مسبقا عرفت الام وعوضها في الشكل ام ناقص ان تساوي واحد ناقص ان لارى ذلك. نتذكر أن المعادلتين متكافئتين لهما نفس الحلول، أو هما معادلتين لهما نفس الحلول. لذلك بفرض أن X1 و X2 هما الحلين لكل من المعادلتين السابقتين، عندئذ X1 زاد X2 هو ناقص B على A، و X1 زاد X2 تساوي C على A. معناته في المعادلة الأولى X1 زائد X2 هو M، وفي المعادلة الثانية X1 زائد X2 هو M زائد 6 على 3، ومنه M تساوي M زائد 6 على 3. إذن X1 زائد X2 يساوي M، و X1 زائد X2 تساوي M زائد 6 على 3، ومنه الام زائد 6 على 3 تساوي الام. انظر جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين 3m تساوي m زائد 6، انقل الام على الطرف الايسر 3m ناقص m 2m يساوي 6. انا عندي 2m يساوي 6، هذا يؤدي m تساوي 3. بنفس الوقت طلابنا جداء الحلين او جداء الجذرين هو c على a،
يعني x1 بx2 يساوي c على a. في المعادلة الأولى x1 بx2 هو مين؟ m ناقص n. وفي المعادلة الثانية x1 بx2 هو 1 ناقص n، أخذ الحد الحر هاي c، 1 ناقص n على 3 بالمساواة m ناقص n، m ناقص n تساوي 1 ناقص n على 3. انظر، ولدينا x1 بx2 تساوي m ناقص n، وx1 بx2 تساوي 1 ناقص n على 3. وبالتالي بالمساواة راح ساوي هذا الكلام مع هذا الكلام، احصل على في الشريحة التالية 1 ناقص n على 3 تساوي m ناقص n. عوض m، عوض m، قديش طلعت معي m الطلب السابق؟ m يساوي 3. اذا عوض m يساوي 3، هنا بيصير عندي 1 ناقص n على 3 تساوي 3 ناقص n، كمان عيني الطرفين في الوسطين 3 ب 3 ناقص n، يعني دخل 3 على القوس 9 ناقص 3 n تساوي جدار وسطين 1 ناقص n. معادلة خطية فيها مجهول واحد هو ال n، ومنه ناقص 3 n، اجت هون الناقص n على الطرف الايسر صارت زائد n، معناته ناقص 2 n، اليس كذلك؟ ناقص 2 n تساوي 9، انتقلت على الطرف الثالث 1 ناقص 9، اذا هون ناقص 2 n يساوي، هون ناقص 2 n تساوي ناقص 8، ومنه n تساوي الحر على المقيد ناقص 8 على ناقص 2، والتي تساوي الأرض. انظروا طلاب، 9 ناقص 3 n تساوي 1 ناقص n، الناقص n انتقلت على الطرف الأيسر، ناقص 3 n زائد n ناقص 2 n، والتسعة انتقلت على الطرف الأيمن ناقص 9، 1 ناقص 9 ناقص 8، ومنه n تساوي ناقص 8 على ناقص 2، ومنه n يساوي الأرض. وبهذا طلابنا أستطيع أن أعين m و n.